وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد عباد الله، إن اعتراف العبد النبي عيوبا خطوة هامة في طريق الإصلاح، لأن الإعراض عن معرفة العيوب هو ضعف ونقص وفقدان للشجاعة في مواجهة النفس. ولقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه المبشر بالجنة يقول: رحم الله امرئا أهدى إلي عيوبي. وكان أحد تلاميذ سفيان الثوري يدعو الله عز وجل ويقول: اللهم عرفني بنفسي. وقال محمد بن كعب القرطبي: إن إذا أراد الله بعبد خيرا جعل فيه ثلاث خصال: فقها في الدين، وزهادة في الدنيا، وبصرا بعيوبه. ولإصلاح النفس يجب مجاهدة الصفات الذميمة مثل الحقد والحسد والبخل والتكبر، فلا بد من مجاهدتها وتطهيرها من هذه الأمراض حتى تزكو. ويجب تنمية الصفات الطيبة ورعايتها حتى يكون لها الغلبة، وذلك كصفات الحلم والكرم والتواضع. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الحلم بالتحلم. ومحاسبة النفس والتمييز بين ما لك وما عليك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. قال بعض العلماء: دواء القلب قراءة القرآن بالتدبر، وخلاء البطن وقيام الليل، والتضرع بالأسحار، ومجالسة الصالحين، وكثرة الصدقة، وغض البصر. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، واغفر لنا الذنوب التي تمنع الرجاء. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم كن مع أهلنا في سوريا وفلسطين وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا رب العالمين يسر لنا أمورنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الخير يا رب العالمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.